بدك اياه. انا رح استنى. اللي مبسوطة وسعيدة أكثر منكم لوجودي بيناتكم. فرحتي أول شيء كتير كبيرة إني أشوف كل الصحافة العربية مجموعة بفستيفال واحد، يلي هو أنا بعتبره من أكبر الفستيفالات يلي بنعملوا بالشرق الأوسط، اللي وين ما بروح بالعالم بيحكوا عنه فستيفال موازين. وبفتخر إني أكثر من مرة عم شارك بهالفستيفال بحياتي. مريم فارس مكبتين لقلبنا اليوم بالموازين بهالحفل الناجح جدا، بهالحفل الضخم، حضور الجماهير الجمهور المغربي وساعدتهم فيك، قد ايه انت كنت سعيده فيهم؟ اوه كثير كنت مبسوطه. صدقني هالحفله كثير عزيزه على قلبي، خاصه اني يعني كنت واقفه على المسرح وعم يجيني قد ايه عم بيصير في اعداد بهالمكان يلي امتلى بمحبة الناس. عطوني انرجي مش طبيعية. كتير فخورة بهالليلة. يعني العودة صار لوقت مع عدة أعراس، مع عدة حفلات، بس اليوم العودة مختلفة على مسرح المهرجان الأهم بالعالم العربي مع النجاح الضخم والنجاح الاستثنائي. كمان هذا الموضوع قدي له تأثير عليك وقدي بيعني لك؟ لك أنا قصدت أنه تكون عودتي جماهيرية، يعني صحيح أني أنا بلشت شغلي دغري من بعد الأربعين، بس ما كان بعد عندي هاللقاء الكبير والحفل لايف على الهواء. فعن جد نجاح أنا رح أحمله معي على لبنان، كون مبسوطة كتير فيه. كيفك أنت بعدك متذكرني؟ هلا انت بدك ياني، انا ما بدي اياك. بابا بعد الأمومة قد ايه اختلفتي على المسرح؟ قد ايه تغير عليك المسرح؟ وشو الاشياء اللي اختلفت عليك فيه؟ لك على المسرح ما اختلف شيء، لأنه شغفي للمسرح يعني كتير كبير. أنا على طول بقول أكسجين تبعي هو المسرح. فاللي اختلف بس إني لحظة اللي غنيت غافي اشتقت له كتير لجيدة. ميرسي. وفاجأت الناس كمان بإعلان الكليب، وكانت كتير خطوة مفاجأة وغريبة، يعني خطة تسويقية كتير كمان ذكية. الحمد لله هلأ الناس كلها كانت ناطرة أنه ينزل هيدا الكليب، واشتغلته بسرية تامة على قد ما قدرت، وما حبيت سوق له قبل، حبيت دغري أنه الليلة خلي كل الناس ترجع على بيوتها ويكون في سيربرايز ناطرتها على اليوتيوب شانل تبعيتي. فان شاء الله تحبوا للكليب كمان. بس عم بذكر جيدا دغري عم بتدمعي بعدة انترفيوز. شقت له يا الله. كل يوم عم يكبر، كل يوم عم بتعلق فيه اكثر. بعتقد كل ام هلا عم بتشوفنا بتعرف هذا الشعور.
داهر لاني بس تشبين وتكوين. ربي بترجاه حتى يعرف شعني وهواها تحس بقلبه عم ينبض بروحي بجسمي دم الماشي بعروقه هو ذاته دم اسمه يعني اسمي وبالهواء. انه اول مهرجان عم بحييه من بعد ما صرت ام جايدن هو بهالارض يلي تعلقت فيها وبشعبها وبتراثها وبترابها من اول نهار جيت وزرتها. يا جماعة أنا بحسدكن عم حبتكن للفن. أنا بتمنى إنه يوم من الأيام هالألافات اللي عم شوفها مجمعة كرمال الفن شوفها ببلد بيروت وما شوفها مجمعة كرمال السياسية بس. بتمنى يوم من الأيام إنه نتعلم منكن. خلال المؤتمر الصحفي قلنا انه بعيده عن المواضيع السياسيه والمواقف السياسيه، بس اليوم على المسرح غنيتي اغنيه بتشكل بالنسبه للمجتمع المغربي نقطه وسطيه، يعني اللي هي اغنيه الصحراء. لك اغنيه بتحكي عن السلام، بتحكي عن التحرير، هيدي انا مع هذا القصص، بس انا ماني مع الواحد يطلع يشكي وينعي ويحكي سياسه ويقول رايه. بعتقد الناس اكتفت من السياسيين عم يحكوا سياسة، بدون بعتقد بدون شيء يتسلوا أكتر هو الفن. عندك مرشح لرئيس الجمهورية؟ يعني يحطوا لنا رئيس وما بدنا شيء، مين ما كان كلهم عسلمتهم، بس هالبلد يوقف على إجري. عبر ام تي في واغاني اغاني اليوم تبعنا هالنجاح الحلو، جمهورك اللبناني امتى رح يكون في لقاء قريب معه؟ اكيد مشتاقه تكوني على مسارحنا وبحفلتنا. اكيد قريبا جدا رح اعلن عن المهرجان اللي رح اعمله ببيروت واللي رح يكون جماهيري وبتمنى اشوفكم اكيد هونيك.